أكدت رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي أماني عصفور أن مصر أصدرت العديد من المبادرات الاقتصادية خلال رئاستها لقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا. جاءت تصريحات رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي على هامش الجولة الأفريقية للرئيس عبد الفتاح السيسي. هو طبعا اهم شيء في القمه بالنسبه لنا احنا كقطاع خاص التوصيات اللي هتطرح على الرؤساء من منتدى الاعمال الكوميسا الذي يعقد الان، والتوصيات حول اشعار المنتدى وهو التكامل الاقتصادي والاستثمار في الاقتصاد الاخضر. وده مجلس اعمال الكوميسا بيقوم بهذا منتدى الاعمال الافريقي على هامش كل قمه، وطبعا مصر بترأس هذه القمة، ونحن نرى أنه مصر تحت رئاسة مصر الكوميسا كان هناك عدة مبادرات كثيرة، منها التحول الرقمي، منها الاستثمار في البنية التحتية، منها إشراك دور القطاع الخاص، ويمكن ده من أهم التوصيات، لأنه يعني زي الاستراتيجية سواء مجلس أعمال الكوميسا أو مجلس أعمال الأفريقي عندنا ثلاث عوامل: إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية والتكامل الاقتصادي. أولا تنمية القطاع الخاص وبناء قدرات القطاع الخاص الأفريقي، ويشمل أيضا المشروعات الصغيرة المتوسطة والمرأة والشباب، وأيضا الشركات التي يمكن أن يكون لها دور في البناء في القارة الأفريقية.